حسام عاشور مسمار خط وسط النادي الاهلي، تاريخ كبير بينسجه حسام عاشور مع النادي الاهلي، التاريخ ده بيكون امام كابتن حسام عاشور، وده الامر اللي خلاه يعقد او يطلب عقد جلسه مع الكابتن محمود الخطيب، ولان الكابتن محمود الخطيب كان لعيب وفاهم يعني ايه قيمه اللاعب طبعا قبل الجلسه، وحصل تشاور بين الكابتن حسام عاشور والكابتن محمود الخطيب. الكابتن حسام عاشور ابدى فيها كل وجهه نظره فيما يخص موسمه الاخير مع النادي الاهلي، وهنا النادي الاهلي تكريما لحسام عاشور وتاريخ حسام عاشور مع النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب عرض عليه عروض ان الكابتن حسام عاشور ينهي مسيرته الكرويه داخل جدران النادي الاهلي، ودي النهايه الطبيعيه والحقيقيه اللي تليق برمز كبير زي الكابتن حسام عاشور. النادي الاهلي كان من فتره اصدر قرار بعدم اقامه مباراه تكريم لاي لاعب من لاعبيه المعتزلين. النادي الاهلي بيكسر القاعده من اجل تاريخ كابتن حسام عاشور، وبيعرض على كابتن حسام عاشور اقامه تكريم ليه. النادي الاهلي مش بس كده، النادي الاهلي كمان قال لحسام عاشور ان احنا ممكن كمان الدعم او انك انت دراسات فنيه او اداريه ومعايشه في الخارج هتكون كل التكاليف على حساب النادي الاهلي، بحيث ترجع مؤهل في المجال اللي انت حابب تكمل فيه سواء فني او اداري. مش بس كده، كمان النادي الاهلي عرض على كابتن حسام عاشور التعاقد مع قناه النادي الاهلي كاحد محللي استوديو ملعب الاهلي. النادي الاهلي دايما دايما بيكون بيقدر تاريخ ابنائه، واللي ما يحدث الان مع كابتن حسام عاشور هو بالفعل رساله ضمنيه من النادي الاهلي، ولكل لاعب هيبذل مجهود او تاريخ في النادي الاهلي ويقدر تيشيرت النادي الاهلي هيكون دايما نهايته بشكل يليق بالنادي الاهلي. واعتقد حسام عاشور في حاجه لسماع وجهات نظر اخرى حتى من غير المنتمين للنادي الاهلي يا فارس. استاذ احمد، البعض يحاول العبث بتاريخ حسام عاشور داخل النادي الاهلي، بمعنى ان اللاعب بعد قرار فني من المدير الفني واجراءات النادي الاهلي عملها في سابقه لم تحدث في تاريخ النادي الاهلي، ان يخرج بيان زي ده بيقول للاعب انت كادر شوف انت عايز ايه، لم تحدث. ولكن اللي عايز اتكلم فيه ان البعض بيتدخل من المنافسين او غيرهم ومش حابين نروح لاي حاجه فيها احتقان حتى لو البعض الاخر بيعمل ده، بس اللي حابين نقوله العلاقه دي مهما اتقال ومهما ناس استغلت التصريحات في لحظه طبيعي حسام عاشور لاعب تاريخه كبير جدا وهو النادي الاهلي عنده قيمه كبيره وجوده داخل الملعب قيمه كبيره، البعض قد يكون استغل ده، بس اللي حابب اقوله حاجه، العلاقه طرفها شقين، النادي الاهلي واللاعب، هم اللي يقدروا يبعدوا اي كلام بيتقال في الموضوع ده ويحافظوا على حسام عاشور. وفي رايي ان النادي الاهلي عمل اللي عليه في الحته دي كويس قوي، بس العقلاء من بعيدا عن الانتماءات حتى مش بينتموا للنادي الاهلي شافوا الموضوع ازاي، ونشوف كابتن حازم امام قال ايه ونرجع نعقب. انا وجهه نظري في حسام عاشور يعني هي وجهه نظري، انت لو شايف حسام ان السنه او السنتين اللي انت هتلعبهم هيفيدوك فنيا جماهيريا، هيفيدوك معرفش ماديا، ايه الاخبار الله يعني ما بحبش اتكلم في الناحيه الماديه، روح. لكن لو لقيت نفسك مش هتفيد يعني مش هتعمل اكتر من اللي عملته في الاهلي، صدقني احسن تبطل جوه النادي الاهلي. دي وجهه نظري يعني. الواحد لما بيبطل يعني مثلا عايز اتكلم عن نفسي، بس انا لما الزمالك جيت مشيت مثلا كنا عايزين نكمل سنه كمان، وانا قلت لا انا كفايه كده عايز ابطل، وانا يعني هو خدنا كاس مصر وبطلت في نادي الزمالك. لما ببطل جوه نادي كبير يعني الامور بتبقى احسن بكتير، غير لما تلعب سنتين، غير لو هتلعب بره مصر. يعني انا شايف لو هتلعب العب بره مصر ما تلعبش في مصر، لان هتبقى صعب على جمهور الاهلي ان يشوفك وانت لابس فانيله مثلا الجونه البيراميدز اي نادي يعني، بغض النظر كلهم دي الاحترام والتقدير، بس هل دي هتزودك السنتين دول هيخلوك؟ انا عارف الواحد بالكورة عامة يعني مش زي أي شغلانة، أنت بتبقى بتصعب عليك أنت فجأة، طب أنا هعمل إيه بكرة؟ هعمل إيه السنة الجاية؟ أنا بقى طول عمري بشتغل كورة وطول عمري بلعب كورة وعايز ألعب كورة وأنا قادر أقف على رجلي. أنا فاهم وممكن حسام يلعب في كذا نادي على فكرة، بس زي ما بقول اللي هي الكبيرة أنا من وجهة نظري لازم يفضل كبير إنه يلحق إنه يطلع من الباب الكبير. يخرج حسام عاشور من الباب الكبير، كلمة قالها كابتن حازم امام بكل خبرات السنين سواء الاداريه او كلاعب. بغض النظر عن بعض التغيير في روايه خروج كابتن حازم امام من الملعب،
اللي برضو بعيدا عن تفاصيلها هو حكى الموضوع في ما ينبغي أن يكون أو اللي كان نفسه أنه يحصل بغض النظر عن اللي حصل. ولكن اللي اتكلم فيه فيما يخص كابتن حسام عاشور ما فيهوش افتراضات، ده واقع وبإيد كابتن حسام عاشور أنه يخرج من الباب الكبير. هكذا رأى حازم إمام خروج حسام عاشور بالشكل ده، خروج من الباب الكبير، وفعلا رأي محترم جدا جدا بخلاف آراء كتير تانية. احنا حابين بس نؤكد على فكرة ان طبعا حسام عاشور له كامل الحق في انه يحدد مستقبله، ولكن احنا بنستعرض له بعض الناس او اللاعبين او الرموز الكبار. يعني كابتن حازم امام احد رموز نادي الزمالك، خرج وما لعبش في اي نادي تاني اخر داخل مصر، وبيدي النصيحه لكابتن حسام عاشور. كابتن حسام عاشور له الحق ان هو ياخد بالنصيحه دي او لا، ولكن انا هنا بننقل له امنيات جماهير النادي الاهلي اللي ما شافتش كابتن حسام عاشور غير بتيشيرت النادي الاهلي، لانه لم يرتدي تيشيرت اخر غير تيشيرت النادي الاهلي. تفضل الصوره الذهنيه لكابتن حسام عاشور في ذهن جماهير النادي الاهلي هو تيشيرت واحد فقط، تيشيرت النادي الاهلي. وكمان حابين ننقل له رموز لانديه اخرى جربوا ان هم يلعبوا في نادي اخر غير اللي عاشوا طول حياتهم فيه وكان لهم راي اخر. نشوف الكابتن طلعت يوسف قال ايه ونرجع تاني. انا اتخذت شويه كده وبعد 29 سنه ولازم اقول وارجع تاني ان انا عندي القدره وان انا الناس اللي سابتني ما فرحت شهرين ايه ورحت ما لقيتش نفسي، ما لقيتش نفسي، لون ال ما لقيتش لون نفسي، الفانيلا متغير، دم تاني، دم تاني، ما اعرفش اوصف لك الاحساس. لا انا متخيله. فرحت للكابتن شحته قلت له يا كابتن انا، قال لي انا معك وانا مقدر لمشاعرك مع اني كنت قوي معاك. فاعتذرت وبعدت خالص وكنت خلاص خدت اتجاه السفر وبتاع. فمن المنطلق ده او من التجربه دي انا بقول لحسام النادي الاهلي اولى بيك في اي مكان. حسام ادى للنادي الاهلي ما لم يعطيه لاعب. يعني اتصور 15 سنه 10 سنين كابتن، كم بطولات؟ 36 بطوله. ايه ده؟ تعال قيس، تعال قيس بقى. نفترض انه راح نادي تاني بصرف النظر النادي ده اسمه ايه؟ هيلعب قد ايه؟ سنة اتنين؟ هو حاسس انه قادر يلعب سنة او سنة. ايه الانجاز اللي هيحصل؟ هيجيب بطولة؟ عشان يجيب بطولة لازم يروح نادي، يعني نادي بطولات. انجاز حب النجيلة وحب الملعب، الحاجات اللي شبه كده. بعد السنتين دول هيبعد عن النجيلة برضه. هيبعد عنهم. سونر اور ليتر جاية جاية. جاية جاية. النادي الأهلي أولى بحسام عاشور، ده كلام كابتن طلعت يوسف اللي فكر ان هو يبعت رسالة للناس اللي قالت له كفاية وان هو يرد عليهم في الملعب. لم يتحمل شهرين بتيشيرت مختلف عن تيشيرت نادي الاتحاد. كابتن حسام عاشور بتيشيرت النادي الاهلي طبعا كل التقدير والاحترام لنادي الاتحاد، وما زلنا بنؤكد ان الفكرة والله ما ضغط عليك، ولكن هي حب لتاريخ كابتن حسام عاشور. ويمكن كمان الافكار اللي بتدور في ذهن كابتن حسام عاشور بنفكر او بنجيب له الناس اللي فكرت فيها قبله. كابتن حازم امام خد قرار ما يروحش فريق تاني، لكن كابتن طلعت يوسف خد قرار ان هو يروح فريق تاني. فقدامك الخيارين والاثنين قالوا لك النادي الاهلي. كمان يا احمد لاعب اشرف على مسيره لاعبين كتير جدا وشافها وهي بتتطور، واكيد كمان يعرف الخروج الكبير بيكون ازاي. كابتن بدر رجب، نطلع ونشوف قال ايه عن حسام عاشور ونرجع نعقب. عايز اتكلم على البيان اللي طلعه النادي الاهلي، واول مره النادي الاهلي يطلع بيان بشان لاعب، طبعا هو مش لاعب عادي، ده كابتن الفريق، ان احنا هنعمل لك مباراه اعتزال، ان احنا ممكن هنوديك ان انت تبقى في معايشه بره. الخ 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 من هذا البيان اللي حصل. هل شايف ان ده ان النادي الاهلي ومجلس ادارته بيامنوا نفسهم قدام الجماهير؟ لا، ده تكريم اكتر منه تامين لحسام عاشور. لما قدمه للنادي الاهلي واعتراف من الجهات المسؤوله والجهات التنفيذيه ان حسام عاشور حاجه كبيره قوي في النادي الاهلي. تمام. كونك تتغاضى عن حاجات ما كانتش موجوده او هتعملها سبيشال للعيب كان موجود عندك، فاذا اللعيب ده قيمه وقامه كبيره جدا في النادي الاهلي. هتحاول تشوف ازاي تعد كابتن حسام عاشور ككادر، هيتقال ان انت بتامن نفسك. انت متخيل
نادي بيتعامل مع لاعب مهم جدا وفعلا يستحق يكون كادر أهلاوي، السؤال اتطرح ازاي؟ ولكن إجابة أهلاوي وحد كمان عارف ان بالعكس النادي الأهلي فتح باب مهم جدا لكابتن حسام عاشور، كابتن بدر رجب لما قال لأ ده الخروج الذي يليق بكابتن حسام عاشور. وعلى فكرة لو شفنا تجارب حتى برة، عمل مجلس الإدارة محاكاة لفكرة شفنا انتر ميلان وزانيتي ازاي تدرج بعد العمل كلاعب، ازاي تدرج في مناصب مختلفة. وكمان شفنا على النقيض في يوفنتوس بافل نيدفيد نفس التجربة ونفس اللي بيعمله النادي الأهلي. بس احيانا النادي الأهلي لما بيحب يحاكي تجارب أوروبية بيعتقد البعض وفقا لمفهومه تصورات أخرى خالص يعني. واحنا يهمنا في المقام الأول زي ما قلت رفاهية العلاقة اللي بنضيف ليها كمان جمهور النادي الأهلي، وأكيد كابتن حسام عاشور حاطط نصب عيني الجماهير النادي الأهلي. لكن كمان نقول له لاعب آخر كان حديث فترة التسعينيات، صاعد بسرعة الصاروخ، تألق بشكل لافت للنظر، ثم قرر بعد الاستغناء عنه انه يلعب لنادي اخر في مصر. نشوف كابتن هشام حنفي. حسام واحد من اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، عارف يعني في لعيبه كتير لعبت في النادي الاهلي، بس في لعيبه مهمه قوي لعبت في النادي الاهلي، مهمه قوي بجد يعني. حسام عاشور واحد منهم، واحد من كباتن النادي الاهلي اللي قعد كتيره، حصل على بطولات عديده. القرار دايما يا عمر بيبقى للاعب، يعني دايما بيبقى هو اللاعب، لكن في النهايه في ناس تانية شايفه اكتر منك واحسن منك بينقلوا لك وجهه النظر. انت ممكن تبقى وانت صغير مش حاسس بيها، ممكن تعرف قيمتها بعد ما بتبطل، وبعد ما بيعدي عليك سنه او سنتين تقول يا ريتني كنت خدت الخطوه دي من ناس كبار، ناس فاهمين القرار بتاعهم كان ماشي ازاي. انا مش معلش كابتن، وضحت الحته دي كويس قوي. يعني انت النهارده، انا قرار النهارده مثلا عدم التجديد لحسام عاشور مثلا، ان هو يبطل وهيمسك مناصب وهيعمل مباراه اعتزال، على الرغم ان مباراه الاعتزال انتهت في النادي الاهلي، ما اتعملتش خلاص بقى لها بفتره، يمكن اخر واحد كان حسام غالي. فدي حاجه كويسه، انا لو لقيت حد قعد معايا وقال لي انا هعمل لك 1 2 3 وهتبقى موجود في النادي، اكيد هبقى مبسوط. لان انا لو سالت كابتن هشام حنفي انت بعد ما كسرت الدنيا مع النادي الاهلي وانتقلت لحرس الحدود كان ليك بصمه في الملاعب، هو اكيد كان له بصمه، لكن كانت بعيده عن الجمهور، كانت بعيده عن عين الجمهور، باستثناء خماسيه حرس الحدود في الزمالك اللي سجل فيها هدف، تقدر ما تشوفش التاريخ كبير جدا لكابتن هشام حنفي مع حرس الحدود. وبيقول لك يا كابتن حسام عاشور ان هو طبعا مش بيتكلم ان انت شخص صغير، القرار طبعا قرارك في البدايه وفي النهايه، هو بيقول لك لما بطل وبعد سنه او بعد سنتين هتلاقي ان انت لو ما كنتش قرارك الاعتزال هتلاقي ان انت في السنتين دولت وصلت لمرحله لا كان لازم اسمع كلام الناس اللي قالوا لي. احنا طبعا مش بنحجر على رايك، وزي ما قلنا بنقول راي مجرد محبين ومجرد عاشقين للنادي الاهلي وعاشقين للصوره الذهنيه اللي بتيجي عن في ذهننا عن حسام عاشور ان هو دايما بتشيرت النادي الاهلي. نتمنى تكون الرساله وصلت للكابتن حسام عاشور، وكل التوفيق وكل التوفيق وكل الدعم ليه في اي قرار يتخذه الكابتن حسام عاشور من خلال مستقبله، يكون واضع في اعتباره جماهير النادي الاهلي. واعتقد ننقل من حسام عاشور للاعب اخر على بدايه التجديد للنادي الاهلي ان شاء الله. احمد